شراكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله مهله تاع ديسير اللي نقدر نسموه تانيك محبوب الجماهير، اللي هي لا سالاد دو فروي. نقدر نعاونكم بشويه تاع ديزاستوس. الوغ اذا حبيتوا الوصفه اروحوا معايا نوري لكم الطريقه. المكونات اللي نحتاجوهم لسلطة الفواكه تاعنا سلطة دو فروي هي على حسب الموسم وعلى حسب يعني كل واحد يعني الهدف من هذا الفيديو تاعنا نديروه باش نعطيكم برك استوس ان شاء الله يساعدكم باش تخرج لكم سلطة دو فروي ولا اروع. انا واش راح نستعمل في سلطة دو فروي تاعنا؟ راح نستعمل زوج حبات بنان، زوج حبات كيوي، حبيبات تاع لي فريز، زوج حبات تاع تشينا، زوج حبات تاع تفاح ولا حبه وحده، لي زانانا هاديه هكذا تاع لي بواط. يعني تا اكثر شيء لازم تحتفظوا بالجو تاعها للداخل. وهكذا خديت اون بواط صغيره هكذا تاع الخوخ تاع لي باش مقطعين هكذا، وكيف كيف نحتفظوا بالجو ديالو. نسحق ميم با واحد 400 مليلتر تاع الماء وحاسب البول تاعنا، وراح نستعمل واحد 200 غرام هكذاك تاع السكر. هادو هما كاع المكونات، تبعوا معايا الطريقه. فوالا البنات، انا اول شيء نبدا به هو البنان. فوالا نقشر البنان تاعي مليح. فوالا اكثر شيء نحيلو هاد الخيوط اللي فيه هكذا، نزيد نحيلو منا. فوالا هكذا بهالطريقة هنا، نزيد نحيلو هاد الكوتي هنا هاك، هنايا برك هادي منحبهاش. واش تانيك الحاجة تسمى لي منغسلوهمش، نبدا بالبنان تاع هكذا نقطعوه، نسهل الامور علينا. نقطعوهم دو بريفيرونس دي هكذا صغار باش تبنوهم، يعني ما تقطعوهمش كبار. فوالا هكذا هكذا زيدوا تحكموا هكذا. فوالا نحطو هكذا هكذا تكملوها الطريقة هادي، تكملوها في لي دو بانان تاعكم. هادي بالنسبة للبنان تاعنا، نرفدهم من بعد هكذا وتحطوهم في البلاطو هكذا تاعكم. فوالا البنات، ناخدو القارص تاعنا بيان سيغ، نعصرو بهالطريقة جوست كي تحطو لي بانان تاعكم، حبة برك هكدا تاع القارص هكدا. هنا نحطوها هكدا من الفوق، ومن بعد واش ندير؟ قلت لكم هذيك تاع الباش يتباعوا هاد العلب بارتو، يعني تلقاوهم بارتو، تاخذوا هاد تاع الباش الخوخ فيه الجو تاعهم هذاك، نحطو لداخل هكذا كيف كيف. ومن بعد لي زانانا كيفاش كنقطعوهم، نحط لو جو تاعهم او السريع انت باش ما ديروش، يعني انت تبعوني مليح، يعني انت باش ما ديروش زعما جو زعما الجو تاع تشينا ولا تعصروا لها تشينا ولا باسكو دي زونج تاع باسكو يبدلوا لو كو كاعيتيك تاع لا سالاد دو فروي تاعكم. لي زانانا تقدروا تقطعوهم هكذا. فوالا هكذا بهالطريقه باش ننتقلوا لي فروي اللي لازم نغسلوهم. فوالا هكذا قطعوها بهالطريقة.
كاين اللي يحبوا يديروا لها المزهر، انا جو تخوف بلي سلطه الفخوي بالمزهر بزاف، المزهر يدي كاع لو كو. نزيد نحط لي زانانا تاعي هكذا فوالا، نكونوا بيان سور لي زورانج تاعنا نكونوا غسلناهم، نخلو التفاح وهذوك الاخر اللي بشللو، نكونوا التينه تاعنا غسلناها نقطعها بهالطريقه هاك بيان سور، ديروا هكذا برك. شوفوا باش تجيكم ساهله تقطعوا التينه تاعكم. هذه نتفكرها على الحج بابا الله يرحمه، هي يعني تمام عمي الله يذكره بالخير، نشفى هكذا نقطع تينه باش تجينا ساهله. شوفوا كيفاش تشرو التينه تاعكم، مام كي تكونوا في بلايص هكذا يعني تاع مع ناس وكاع يعني تحطهم بريزونطابل، ومام في لاصالا دو فخوي ما تقاديش بزاف القشور تاعها. شوفوا ما شاء الله هكذا، نوري لكم الطريقه يعني تاع وشاك فوا تبعوا كيفاش ندير لاصالا دو فخوي، باسكو شاك فوا راني نهضر وكل ما نهضر راكو تستفادوا من حاجه، يعني عندها نصيحه كي تكونوا تشوفوا الفيديو تبعوها للاخر، لانه الواحد يهضر لكم في الفيديو باش تستفادوا، يعني ماشي في اول الفيديو تاع قصه، بصح الواحد كي يكون يشرح لكم الطريقه اللي ديروا بها يعني تاع الوصفه تاعكم. شوفوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، شوفوا التينه تاعنا كي تقطعت حطوها هكذا من الفوق. شوفوا ديجا نزيد معاكم هدية ومن بعد نكملها كاع التينه تاعنا ونرجع لكم. فوالا نخلط دوكا كاعيتك هكذا. شوفوا ديجا لو ميلونج تاعنا كيما درناه، يعني تها ما نزيدو والو. واش ندير دوكا؟ ناخذ لي فخوي تاعي كيما لي فخاز، نحيهم اسمو من الفوق هكذا فوالا، ناخذ سليله صغيره هكذا ونحطهم داخل، يعني تا كل شيء يسحق لي تغسل. فوالا نبدا بلي فخاز تاعي هكذا، وكل وحده تحط لي فخوي اللي تحب، يعني تاع دو بريفيرونس مام لو كان يكون عندكم لو كان يكون التو ولا كتوم دو بريفيرونس، كاين دي فخوي ما ينحطوش من عندكم، لنجاس لنجاس هايل 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 في لاصالة دو فخوي. فوالا تاع الكيوي انا جو بريفير نحبها تكون شوية يابسة، ماشي بزاف مي حاكمة روحها، نحب ديسيديو ديرو صالة دو فخوي، وفروا لها الوسمو تاعها ديسيديو زعما قولوا الويكاند هادي، خبي لها هكذا شويه 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 باش تحصلي وتقدري تشري الشيء اللي عندها اللي كيحبتو، يعني تها باش تفرحي العيله تاعك ولا تحمري وجهك مع ضيافك. شوفوا التفاح تاعنا كيفاش نقطعو سورتو في لاصالة دو فخوي، يعني تها حنا كي كنا صغار ممكن نقطعوها هكذا. بون هادي تيفي تاع لابروشا واسمو هكذا، زيدي تعطوها منا هاك، حنا كنا صغار كي يخدمو صالة دو فخوي سيغتو في رمضان نقعدو قدامهم باش مع لاخر هكذا، يعني يعطونا هكذا نبداو ناكلوها منا. هادي اللي تقعد نتي دو بريفيرونس صالة دو فخوي تاعك كي تقطعي الفخوي هكذا التفاح تقطعي هاد الطريقة، بعد كي يكون عندك وليدك صغير ولا تعطيها له يكملها. تي فوا يعني هادي نخلوها هكذا، نحطهم تانيك مع المجموعة، نكمل الباقي تاعي نشللهم ونرجع لكم. فوالا البنات دوكا راني غسلت لي فخوي تاعي هكذا كيما قلت لكم، نحطهم هكذا. نبدا بالتفاح، التفاح لازم تقطعوه صغير، الله الله تقطعوه هكذا صغير شبيب كيما يقولوا هكذا. فوالا هكذا تاخذوا مجموعه هكذا هكذا وتبداو تقطعوه الوقت يعني بلو رابيد. نزيد نحكم لي كيوي لي فخاز بو لا فخاز تاعنا، نحكمها هكذا كيف كيف، نوريلكم كيفاش نقطع لي فخاز توجور تاني قدام صغار يجو يهبلو كلون وكاع، نوريلكم برك مع اللخر هنا دوكا كيفاش نديرو الكيوي هكذا، ومن بعد نوريلكم الألوان كيفاش يولو. أنا الكيوي تاعي نقطعو هاك، نحبو شويه
شتو كيكون شاد روحو خير من اللي كملبص. نحبو شويه كبير الكيوي، ماشي كبير كبير بزاف بصح باش يعطي الوان معاهم كاع هاديك. فوالا الحباب، هادي كملت قطعت كاع لي فخوي تاعي، شوفو من تحت. فوالا دو بريفيرونس ديرو سكر كيما تحبو، يعني انت ما تشوفوش المقادير. انا درت دوكا 51 غرام هكذا برك تاع السكر، يعني انت لي يستعملو غير الماء ولي فخوي ما يستعملوش، واسمو استعملو 100 غرام ولا بالك. انا يعني تلفت في المقادير تاع مع الاول صح. فوالا تعملوا 51 غرام. شوفوا ودوك نقول لكم شنو هو لاستيوس. كي ديروا الماء تاعكم ديروا هكذا الماء، خلوه هك. استنى نشوف، يعني تاع الكميه ما ديروا ني جو دورانج ني والو مع الاخر، سيو غطوا الفواكه تاعكم. فوالا شوفوا هكذا. دوك نهضروا علاش ديروا هكذا، بون خلطوهم مليح كيما الطريقه اللي استعملنا مع الاول. دوكا كي تحطوها ديروها زعما لاطيل ولا ديروها هي الاولى، يعني تاع الحاجه الاولى ديروها زعما تنوضوا الصباح ديسيدي اليوم سلطه دي فروي ولا في رمضان ولا طيابكم. كي ديروها كي تحطوا الماء، لاستيوس تاعنا حطوا برك ماء وشويه سكر. اكو تشوفوا هاد لي فروي كاع اللي درناهم، كل وحده كل فروي يطلق النكهه تاعو في الماء اللي حطيناه، يعني تبشي يولي ان جو كيما يقولوا الفليفر تاعو، النكهه يعني تاع البنه تاع كل فروي ولا الفوائد تاعو يولي كي من كثره ما يطول، وخصوصا لا في ولا خي تخلوها اقل شي 4 سوايع 5 سوايع. كي تولي تاكلي سلطه دي فروي تاكي تاكلي في لي فروي. لو كان ديري ان جو زعما جو دورانج ولا تاع عصريتشينا ولا ديري هذاك لو جو اللي ديريه يتغلب على كاع النكهه تاع الفواكه، هذا يضل الراي تاعي. وبيان سور يبقى لكم الاختيار، جربوها وان شاء الله تدعوا لي بالخير. يعني تاع اللي يحب نكهه المزهر يولي شغله ياكل زعما حاجه شغله ياكل في محلبي ولا شغله كي تاكلي في حاجه ريحه مزهر، يعني تقتل البنه كاع تاع كاع الفواكه. هذه هي دوكا نغلفها هكذا ونحطها في الفريجيدار تبرد اقل شيء اقل شيء 1.25 سوايع. شوفوا هذا الطريقة باش ما تاخذش الريحة تاع الأشياء الموجودة في البراد، يعني تاع في الفريجيدار. توجور توجور لا سلاط دي فوي تاعكم تغطوها باش تكاردي كلش الداخل. تحطوها كيما قلت لكم أقل شيء أقل شيء 5 سوايع ولا 4 سوايع ولا كيما تحبوا، يعني تاع المهم تبرد. و هذه هي، ونرجع لكم بعدين في طريقة التقديم. فوالا البنات، السلطة دي فروي تاعنا صارت جاهزة. شوفوا شوفوا كيفاش ولا الكولور تاع الجو تاعنا. هادوما كاع هاديك تاع لي فروي لي درناهم، يعني تا ما درت الجو ما درت والو. فوالا دوكا هكذا نبدا نعطي الكاسات تاعنا. فوالا فوالا نحيرها هكذا. هادي هي لا سلطة دو فروي تاعنا. نبي الكاسات كاع ونرجع لكم. فوالا البنات، هادي هي لا سلطة دو فروي تاعنا. شوفوا هادي هي، شوفوا ما شاء الله. فوالا حطيتها في الكاسات خصوصا كي يكونوا عندكم دي زانفيتي تربيهم لهم هكذا ديريكت.
فوالا. غو انا عاود وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها لا سالاد دو فروي تاعنا اللي كانت سهله مهله. اروحوا معايا تذوقوها. يعني انت شوفوا ضع لبنة، شوفوا الجو تاع لي فروي تاعنا. فوالا هذه هي سندوق شوية برك. ان ديليس. اذا عجبتكم الوصفة والطريقة عملوا لي جيم وشاركوني في قناتي مع فازو دايما جديد.